السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حباب قلبي؟ عاملين ايه؟ طبعا فيديو النهارده هيكون عن العفره. انا لما طلعت كده يا جماعه لقيت، بصوا الدنيا عامله ازاي. السطح كان متبهدل جدا جدا جدا، انا ما كنتش عارف اعمل ايه. فانا طبعا ما كانش قدامي حل غير ان انا اجيب جرد الميه، اسقي الحمام واكل حمام واعمل حمله تنظيف، يعني انضف السطح ده. فاحنا طبعا نخش ناكل بقيه الحمام، في حمام ما اكلش. نفتح نحط كمان دول الكبشة، في دكر هنا عايز ياكل. لما يكون دكر لوحده حط له كبشة واحدة. تمام تمام قص من غير بيض كبشتين، حلو بالنسبة له كده. بعد كده حطينا واحدة ونص، وهنا نفس الكلام واحدة ونص. ما شاء الله تحتهم حصويتين، لسه عايزين الزغلتين امبارح حاسين. طبعا احنا بننضف الاكلة عشان الحمام ما ياكلش على شخيخ، الاكلة بتكون نظيفة. تمام، خلينا طبعا مع بعضنا كده واحدة واحدة عشان نتعلم ونعرف نشوف احنا هنعمل ايه. فبصوا عشان ما كنتش اتأخرت عليكم في الفيديو، انا هأكل حمام واجي لكم. بصوا يا جماعة بقى، احنا كده هنطلع المسائي كلها، احنا كده اكلنا الحمام كله، فنخرج كل المسائي. وبكده نكون خرجنا كل المسائي، نقفل بقى باب العشة ونقلب المسائي دي، نخرج المية اللي فيها ونجيلكم. بصوا بقى كده يا جماعة، احنا هنشيل الكركبة دي بقى كلها، مثلا زي المخدات دي هنرصها فين كده، نرصها هنا كده مثلا، عشان مثلا لو عايزين نستريح كده. الشلتة دي برضو نفضها كده نحطها برضو جنبيها، في مخدة صغيرة بس لا مش عايزين المخدة دي دلوقتي. الله الله، هات ننفضها ونجيبها برضو جنبيهم برضو. لول لكم خليها في الاخر عشان يكونوا متساويين. بس دي جنبيها تمام كده، احنا رسينا مخدات. نشيل مثلا الفرشه دي كده عشان مش احنا مش محتاجينها، فهنخليها ايه على الصاغ ده عشان محدش برضو يتعور ولا اي حاجه، تكون امان برضو شويه. تمام، ونبدا بقى ان احنا نعمل ايه. احنا هننضف طبعا، نكنس كنسه حلوه، بس اهم حاجه نملى المسائي الاول. تمام، فاحنا نخش بالجردل ده هنملى المسائي ونشطفها وهنجيلكم. بصوا بقى يا جماعه، انا كده مليت المسائي وغسلتها كويس جدا، يعني بصوا ما بقاش فيها ولا سن تراب ولا اي حاجه. نبدا بقى ان احنا نرص المسائي عند الحمام ونجيلكم تاني. سلام. وبكده بقى نكون رصينا المسائي عند الحمام، ونبدا نركن الجردل ده على جنب عشان كده كده احنا هناخده واحنا نازلين. تمام، والشكاره دي برضو بناخدها واحنا نازلين عشان خاطر في حد بيطلع ياخد الكلفه ويرميها، يعني حد بيطلع يسرق الكلفه، لو اعلم مين بقى يا جماعه. ونبدا ان احنا نجيب السكينتين دول، طبعا دول اللي انا بنضف بيهم، ونحطهم في المكان اللي احنا بنحطهم فيه على طول. يا جماعة كده نعمل ايه بقى تاني؟ الاكلتين دول
نركنهم كده على جنب ونبدأ بقى ندي كنسة محترمة للسطح ده. يعني ندي مثلا اول هنا كده ونرجع لكم تاني. فهنكنس كده شوية وهنرجع لكم تاني بس عشان ما نكونش طولنا عليكم في الفيديو وكده. سلام. بصوا بقى يا جماعة احنا كده ركننا كل الزبالة في الحتة دي. فاحنا بنلمهم بقى ونركنهم في حتة بعيدة. بصوا عند الحمام الدنيا بقت ماشية ازاي. طبعا احنا لسه هنيجي نكنس هنا وهنركنهم برضو في الركن ده وهنلمهم تمام. فنكمل بقى نكمل كنس تاني عشان في برضو هنا وهنا وهنا في لسه ما اتعملش شوية. فنكمل تاني ونرجع لكم. هنلم بقى الزبالة دي ونركنها بعيد خالص ونجيلكم. طبعا احنا برضو نضفنا اللي كان هنا واللي انا قلت لكم عليه نضفناه. ناقص بس اللي احنا نلمهم ونرميهم هناك. وبكده نكون لمينا شوية التراب اللي كانوا هنا. ناقص بس نشيل بس الشابين دول كده. بصوا بقى السطح بقى بيبرق. بقى السطح حاجة ما شاء الله عليها بجد. بصوا برضو بس عند الحمام. طبعا نمسك اللدر اتفون نسلم عليه. ده حبيبنا ده الازرق لطيف. ثانية طب انا مش عارف اصور لكم بيد واحدة بس استخدم الازرق لطيف. اللي عايز يشتري جماعة يكلمني خاص انا هبيعه ان شاء الله بتمانين جنيه. هو مش كتير عليه طبعا هو تقليبه حلو وبعدين هو يعني مفهوش غلطة ما شاء الله عليه. تمانين جنيه يا جماعة اللي انا بتكلم بجد. اللي عايز يشتري يكلمني. دكر دكر طلع ذكر وطويل. بصوا اصلا طول اهو وبيضربني كل ما يجي يشوفني. اه اتصور اوضح لكم بس يا رب يكون بس واضح معاكم. مزغلول اللي عايز يشتري يكلمني. زغلول ما حتى ما بيبدأش يتنقل لسه صغير. هو بياكل ويشرب لوحده. ما هو ازرق قطيف. اللي عايز يشتري يكلمني خالص. 80 جنيه يلا 80 جنيه. مش عارف مش راضي تحس ليه بس ان شاء الله تحس قريب. الدكر ده زايف برش ده عايز له انت يكلمني. اللي معاه انتايا للدكر ده يكلمني اخدها منه باي سعر تمام. بس يكون تقليبه عالي. معانا هنا الكركندي تمام كده. كون بصينا على الحمام ونضفنا. ولو انت يا معلم ما عملتش كده تبقى انت ندمان. احنا يعني هناخد بقى الصورة اليوتيوب عشان نديها قبل وبعد. بس شفتوا بقى الفرق ما بين قبل وبعد كده. انت تضمن ان مش هيجيلك حشرات ان شاء الله. وبرده احنا ننضف هنا عند الحمام جامد بس ايه نخليها بكرة عشان خاطر انا مشغول جدا. بس انا ايه نضفت حبة حلوين عند الحمام. نضفت عندهم جامد تمام. فاللي يلاقي انت الذكر اللي انا قلت لكم عليه ده يكلمني خاص انا هشتري منه باي سعر. آه انا ساكن فين؟ انا ساكن عند الاهرامات في العمرانيه. يعني انت لو بعيد عني هتلاقيني في الاهرامات. لكن لو قريب عني هتلاقيني في العمرانيه. منين في العمرانيه؟ من الطلبيه من شارع المستشفى من شارع الثلاثين. اي حاجه من الثلاثه دول تمام. نقفل الباب بالعش عشان ما نسرقش. تمام 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 تمام. نقفل بقى كده ونقفل كده عشان احنا نسينا امبارح وقفلنا هنا. بس كده الاكلات ان شاء الله اسمه ايه ده متباعين. انا هبقى اوديهم لواحد صاحبي وواحد صاحبي اشتريهم. وبس ننزل بقى. احنا كده ما ورناش حاجه ومطمنين على الحمام والدنيا تمام وزي الفل. وبس سلام. فنفرش برضو الفرشه هنا. لسه برضو هكنس هنا عشان ما كنستش هكنس تاني. نفرش بقى دي هنا. طبعا هو شوية التراب دول الهوا هيجيبهم هناك.
بس كده كده بقى في فرشة هنا وفرشة هنا. بس كده يا جماعة، ولو انت لسه جديد في القناة انزل دلوقتي اشترك وبس. سلام.